شكلي بضحك ما هيك؟ عبير انت منيحة؟ خليني اخذك على البيت لترتاحي، تعي. بعتذر إذا صدر مني شي غلط، إن شاء الله بينجحوا مش بينجحوا بيتهنوا بحياتهم. تعي خليني ناخذ أغراضك، تعي. باي جانيا. انت لهيك وجهك؟ ما في شيء، فوتي لجوا ناطرك هون. طيب بس خلص ما تنطرني، هلا بلحقك. خليل خلص قلت لك سمعتك. شو هي هيدي الرسالة؟ من وين اجت؟ وليك كل الوقت عم تقول له سوري. سمعت فارس وأمي عم يحكوا. صار عندي حشرية أعرف شو مضمونه. رحت خبرته لآدم. قال لي فتش عليها وجيب لي إياها. أعطيته إياها. شو قولك؟ عن شو؟ إنه سارة ما حكيتني بس بعتت لي مساج، ما بعرف بحكيها أو لا. آه شكلي إلي ساعة عم بحكي لوحدي وما كنت عم تسمعني. شو بيك؟ شو في؟ ما في شي. تعبان شوي. من أنت واقف كنت حد عبير وهادي وأنت منك مزبوط. عبير كانت عم تبكي. ما تقلي فكسوا خطبتهم. ليش بدهم يفكسوا؟ ما بعرف بس قلت انا يمكن لانه هيك منهم كثير لابين لبعض ومش كثير منسجمين. هادي قال لك شيء؟ لا ابدا ما حكي شيء هادي اصلا ما بيطلع منه كلمه. جربت اتحشر واساله بس قال لي انه هن كثير مبسوطين وماشي حالهم. تعي لعندي. انت لازم تنامي. انت ما بدك تنام؟ انا لازم اشتغل. صار لي يومين ملبك بالحرس. بس انت ما سمعتي كلمتي. ما ارتحتي، واقفه كل النهار. انت اكيد انه ما بك شيء. انا منيح. انت ارتاحي وانا رح اكون احسن. اوكي.